أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وبداية أسبوع سعيد عليكم. أرحب بكم في حلقة جديدة ومتنوعة ومميزة أكيد من برنامج سيدتي، أقدمها لكم اليوم أنا ريم بوساطي. خلينا نشوف أبرز العناوين لحلقة اليوم. جامعة السعودية تكتشف فعالية تركيبة معتمدة على مستخلص طبيعي في علاج السرطان. مصممة ذا جروفز بموسم الرياض تتحدث لسيدتي عن فرصة اختيارها لتنفيذ المشروع. زيارة الطبيب النفسي بين الحاجة والعيب. الطفلة المعجزة قصة إنسانية يروي صاحبها التفاصيل لسيدتي. في أولى جولتنا الإخبارية، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنه تم نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة. وأضاف سموه أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليون ريال سعودي بنهاية 2025. الأذن تعشق قبل العين أحياناً، مقولة نسمعها كثير، وفي اليوم العالمي للإذاعة اللي يصادف 13 من فبراير من كل عام نحيي الذكرى التي يتمسك بها جمهورها بالحديث عنها وعن تأثيرها الكبير عليهم من زمن الطيبين وأكيد إلى اليوم. وبرغم التطور الهائل في مجال الإعلام وصولاً إلى السوشيال ميديا، إلى أنه ما زال للإذاعة لذة ومتعة خاصة لا يمكن التخلي عنها، وتبقى الإذاعة الصوت الوفي الذي لا يغادرنا أينما كنا. وأكيد في هذا اليوم أوجه تحية لكل الإذاعيات ولكل الإذاعيين، لكل الإعلاميين اللي بدأوا مسيرتهم من الإذاعة. أصوات كثير كنا نسمعها، وفي رائدات سعوديات من السيدة شيرين شحاتة إلى ماما دنيا إلى مريم الغامدي والكثير من الأسماء الكبيرة من الإعلاميات السعوديات اللي شقوا طريقهم الإعلامي من الإذاعة خلف الميكروفون، اللي حبيناهم وحببونا في الإذاعة والبرامج الإذاعية. أحب أرسل تحية لكل الجمهور الوفي، جمهور الإذاعة وأصدقاء الإذاعة زي ما إحنا نسميهم، يعني كوني أنا بنت الإذاعة وبدأت من الإذاعة وعشت سنين طويلة في الإذاعة، يمكن 17 سنة وأنا أقدم برامج عديدة ومتنوعة في الإذاعة. لها الإذاعة كذا طعمها الخاص، تثقل الموهبة بطريقة خاصة. دائما أقول الإعلامي الذي لم يخض تجربة الإذاعة فقد فاته الكثير. أتوقع يمكن كثير وسائل إعلام تتغير وتواكب، ولكن تبقى الإذاعة كذا كلاسيكية، لها مكانتها ولها جوهرها ولها مضمونها الجميل اللي يحب الناس في كل العالم. خلينا أخذكم إلى هذا الخبر. أثبتت تجارب أولية فعالية تركيبة معتمدة على مستخلص طبيعي كمضاد للسرطان معمليا، توصل إليها فريق بحثي من جامعة سعودية. عن هذا الحدث ولتفاصيل أكثر نرحب معنا عبر سكايب بدكتورة وعد العتيبي، باحثة وأستاذ مساعد في الكيمياء الحيوية في جامعة شقرة. هلا وسهلا بك دكتورة وعد. أهلا والله، مساء الخير أستاذة ريم، حياك الله، وفرصة سعيدة استضافتكم لتسليط الضوء على مشروعنا البحثي والذي تم دعمه من قبل وكالة البحث والابتكار ضمن مظلة برنامج مشروع التمويل المؤسسي التابعة أيضا لوزارة التعليم، مشكورة وذلك لدعم الباحثين على التميز البحثي والعطاء البحثي ورقي بالمنظومة البحثية في الجامعات السعودية. طبعا
أقدم شكري حقيقة لوزارة التعليم وإلى جامعتي جامعة شقراء ممثلة بسعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي محمد السيف، وشكر أيضا موصول إلى وكالة الجامعة وعمادة البحث العلمي، وأيضا إلى فريق البحث المتضمن صديقتي دكتورة سحر بنت سعد بنت محمد المطوع أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقوعية على جهودها حقيقة الموازية في هذا المشروع. أكيد نتشرف بوجودك معنا دكتورة وعد كونك بتمثلي هذه الجهة، كلمينا أكثر عن نشأة وفكرة البحث. والله بدأت فكرة البحث من منطلق اهتمامنا بجانبين بحثية، هي جانب مجال تقنية النانو مجال أبحاث السرطان. طبعا احنا ركزنا في بحثنا على محاولة تحسين فعالية عقار الأوكسالوبلاتين عن طريق تصميم نظام توصيل نانومتري معتمد على زيت عطري مستخلص من نبات الجعدة من منطقة الرياض. عملنا عدة فورموليشن أو عدة أنظمة من المستحلب من الزيت نفسه، ودرسنا خصائصها الفيزيائية، وقبل ذلك درسنا خصائص الزيت من حيث وتركيبه الكيميائي من حيث كونه مضاد للسرطان في المعمل. بعدها بتصميم بوكس بينكن اخترنا أفضل صيغة من هذه المستحلبات، وبعدها قمنا بتحميل العقار الأوكسال بلاتين عليها ودرسنا خصائصه الفيزيائية، وبعدها انتقلنا إلى تقييم النشاط المضاد للسرطان لهذه الصيغة المحسنة والمحملة بالأوكسالوبلاتين على خلايا سرطان القولون في المعمل. وجدنا بعد ذلك طبعا احنا قيمنا فعالية هذه الصيغة من خلال متابعة التغيرات المورفولوجية للخلايا المعالجة، وكذلك عن طريق قياس مستويات بعض البروتينات الدالة على موت الخلايا المبرمج ومقارنتها بالخلايا التي تم معالجتها بالعقار الطبيعي العقار الأوكسالوبلاتين الغير محمل. نعم، احنا لما نتكلم عن مضاد للسرطان أي نوع من السرطان هنا نتكلم، وكيف المريض يبدأ ياخذ هذا المضاد للسرطان المفروض في أي مرحلة؟ احنا الان في مرحله التجارب الاوليه اللي هي السكريننج اللابوراتوري سكريننج ان فيترو ستدي، اللي هي التجارب على الخلايا المعمليه المعزوله، وبعدها ايضا يتطلع الفريق الى اجراء تجارب على الحيوان الحي وتفسير سلوك هذه المستحلبات كمضاد للسرطان، يعني وتفسيرها على المستوى الجزيئي للكائن داخل الكائن الحي. نعم، طيب كم عدد الباحثين في هذا الفريق؟ الفريقنا مكون من دكتورتين من نفس الجامعة، دكتورة أنا والدكتورة سحر بنت محمد المطوع. نعم، يديكم العافية، يعني موضوع جدا مهم، بس أنا أتساءل قد إيش أخذ منكم هذا البحث؟ كم سنة أخذ منكم؟ وهل ممكن إنه هذا البحث يطبق على أرض الواقع ويرى النور؟ والله البحث أخذ ما يقارب سنة وست شهور، وتم نشر ورقتين علمية منه، ولازلنا بصدد نشر الورقة العلمية الثالثة. طبعا البحث ما ينتهي إلى هنا فقط، فتح تساؤلات كثير. ووجدنا فعلا انه العقار المحمل كان بيعطي فاعليه اقوى، وكان ذا الشيء مؤثر على الصفات المورفولوجيه للخلايا، وكذلك على مستويات البروتينات الداله على موت الخلايا المبرمج في الخلايا التي تم معالجتها مقارنه بالعقار التجاري. طبعا فتح تساؤلات كثيره، من بينها هل هناك امكانيه انه احنا نعمل يعني اللي هي further study على الانيمال موديل ونشوف مدى فاعلية هذه التركيبة على داخل الكائن الحي وتفسير هذا السلوك. ايضا اعطى التساؤل على يعني او بمعنى صح فتحت فضول للباحثين والمهتمين عن مدى إمكانية دراسة الخصائص الطبية لبعض النباتات الموجودة في المملكة العربية السعودية ومدى إمكانية استخدامها في مجال الغذاء والدواء. يعني زي ما ذكرتي فتح تساؤلات كثير، ويمكن يكون هذا باب للتعرف على المزيد من الاستخدامات الطبية وغيرها في هذا المجال. دكتورة وعد شكرا لوجودك معنا وكل التوفيق في هذا البحث.
وإلى خبر آخر، طبعا تهتم المملكة بشكل كبير في تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وشفنا هذا الشيء من خلال الإقبال والوعي بالتبرع من خلال الحملات اللي تنظمها بعض الجهات المختصة. وفي دراسة أجرتها مؤسسة أبسوس أند موري البريطانية، حل السعوديون في المركز الأول عالميا من بين 28 دولة من حيث الإقبال على التبرع بالدم بنسبة 58%. جميل هذا الوعي اللي عندنا بالفعل، يعني كثير من شبابنا دائما بشكل دوري يتبرعوا بالدم، ثقافة حلوة اللي عندنا. وترى مو بس التبرع بالدم بيكون فقط للرجال زي ما هو متعارف، بل أيضا للسيدات طبعا بعد إجراء التحاليل وبعد ما نعرف إذا كانت هي تسمح صحتها إنها تتبرع، فليش لا. الهيئة أو هيئة المسرح والفنون الأدائية تقيم عرضاً مسرحياً للأطفال بعنوان مغارة الحكاية على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة الرياض، وذلك في إطار جهود الهيئة لإثراء المشهد المسرحي السعودي. متحمسة كثير أشوف هذا التقرير اللي أعدته لنا زميلتنا عهود النفيعي. النص للأمانة مكتوب بعناية، والأستاذ فهد ما قصر صراحة. أنا لما جاني النص استفزني نوعا ما، فحسيت أنه أنا لازم أتمرد عليه شوي وأفرد عضلاتي. أخذنا وقت طويل في الورشة، في التعديل، في التطوير، في مرحلة الإعداد، والحمد لله في النهاية قدرنا نطلع بصورة جميلة، بفرجة مسرحية جميلة، عرض متكامل اللهم لك الحمد، استعراضي، وإحنا اهتمينا كمان بالاستعراض بشكل دقيق. المسرحية استعراضية وغنائية تتكلم عن قيم مختلفة، أهمها الحقيقة عن الاهتمام بالشجرة، اهتمام بالبيئة، وهذه حقيقة تتماهى مع رؤية الأمير محمد بن سلمان في الرياض الخضراء. وحقيقة أنه حظنا كبير أنه هذه المسرحية توائمت مع هذا التوجه. طبعا هو استلهمنا من حكاية قديمة، لكننا بثينا فيها روح عصرية، ووضعنا فيها، ساعدنا في ذلك أيضا استعراضات مختلفة بحيث أنها تضيف جو من الإبهار للعرض المسرحي. أنا بدور الطفل اللي لقى المغارة ولقى الصندوق اللي فيه إبريق علاء الدين، وأنا اللي مسحت على الإبريق وطلعت العفريت. اللي يميز هذه المسرحية أنها فيها رسالة توعوية، عدم الاحتطاب الجائر، وهي مسرحية للصغير والكبير. يعني الكاتب فهد الحوشاني جمع ما بين الخيال والواقع وعطاها لمسة سحرية أنها تكون هذه المسرحية، بإذن الله الكل تعجب. دوري ندى طالعة مع القائدة والكشافة إلى الغابة برحلة للبحث عن المغارة، واللي منها راح يطلع لنا العفريت ويحكي لنا قصة الحطاب حمدان بطل الغابة اللي يمنع من قطع الأشجار لحماية البيئة. ويعني إحنا كمان كأطفال ومجتمع لازم نساعد لحفاظ البيئة والأشجار، ولازم نكون جزء من مبادرة ولي العهد المملكة الخضراء ومبادرة التشجير 2030. جميل جدا، شكرا لك يا عهود، وانا تحمست على مغارة الحكاية، انا لازم اروح. حلو اننا نشوف مسرح الطفل بينتعش من جديد بشكل يليق مع طفل اليوم ويواكب طفل اليوم، مسرحية مليئة بالعبر وبالمواعظ وبالتوعية
فيها أشياء مرة كثير، فصراحة شكرا لهم، ونبغى المزيد والمزيد أيضا من مسرحيات مخصصة للأطفال. وإلى آخر جولتنا الإخبارية، انطلقت اليوم حملة خط مساندة الطفل ببرنامج الأمان الأسري الوطني تحت شعار الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم. نتعرف أكثر على أهم أهداف الحملة مع مدير عام خط مساندة الطفل الأستاذة تهاني المجحد. هلا وسهلا بك يا أستاذة تهاني. يا هلا وسهلا. أهلا أهلا أستاذة ريم، كيف الحال؟ يسعدني أكون معكم اليوم. وإحنا سعيدين جدا أنك معانا، خصوصا عشان تكلمينا عن هذه الحملة وهي موجهة للطلاب والطالبات. طبعا إيش هي أهدافها؟ صحيح، أطلقنا اليوم الأحد 13 فبراير اللي هو الحملة السنوية للتوعية بخط مساندة الطفل. نعم. بالتعاون مع وزارة التعليم، وتهدف هذه الحملة بشكل عام إلى توعية وتثقيف الطلبة والأهالي والكادر التعليمي كافة بالخدمات اللي موجودة في الخط 2016-2011. وأيضا يعني ركزنا في هذه الحملة عن السنوات السابقة إلى عودة الطلبة والطالبات الحضورية للمقاعد الدراسية في ظل انقطاع دام لمدة عامين، والوضع الصحي الراهن بعد الانقطاع، والتأكيد على دور الخط مساندة الطفل كجهة وطنية دائمة طبعا للأطفال ولكافة يعني للأطفال في كافة القطاعات، وطبعا شريكنا الأساسي اللي هو وزارة التعليم في نشر الخدمات المقدمة عبر خط مساندة الطفل. نعم، جميل أنكم تقوموا بهذه الحملة لتوعية الأطفال أن هناك خط للطفل ومساندة الطفل وتذكيرهم بهذا الموضوع. طب كلمينا عن أمان وخصوصية الطالب أو الطالبة عند استخدام هذا الخط. طبعا هذا رقم الهاتف 116-111، كيف ممكن تقدموا لهم المشورة خلال هذا الخط بخصوصية وبأمان تام؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان خط مساندة الطفل خط مجاني يقدم الخدمات للاطفال ولمقدمين الرعايه دون سن 18 من تقديم الاستشاره الفوريه في ظل وضع عالي جدا من السريه والخصوصيه. يعني احنا ما بنتطلب ناخذ معلومات من المتصل الا في حال هو ارتأى لذكرها من البيانات التي تستدعي التحويل الى الجهات المختصه. وايضا اللي يردون اصلا على الخط هم اخصائيات اجتماعيات ونفسيات مؤهلات للتعامل مع الطفل في هذه المرحله العمريه. طبعا بشكل عام الخدمات المقدمه في الخط هي خدمات نفسيه، خدمات اجتماعيه، خدمات قانونيه، خدمات تعليميه، خدمات يعني كل ما يعنى بالطفل في مجاله ودون سن 18. يعني انا الخط ليس فقط مخصص ل اللي هو التبليغ عن حالات العنف، وهذه يمكن اللي كثير انا دائما احاول اركز عليها، وانما توعيه الاطفال والتاكيد عليهم على استخدام خط مسانده الطفل بالطريقه الصحيحه والمثلى والاستفاده الكامله من الخدمات اللي موجوده فيه. ويمكن في حملتنا هذه اكثر نركز على الاجراءات الوقائيه اللي المفترض انها تتبع في المدارس خلال عودتهم للمدارس بعد العوده الحضوريه. نعم. واللي راح تكون اصلا ما هو بس يعني المدرسه ولي الامر، ايضا الجهات اللي تتعامل مع الطفل، المعلمين، المرشدين الطلابيين. يعني الاطفال اعتادوا لمده عامين جلوس ساعات طويله امام الشاشات سواء الكمبيوتر والتعلم عن بعد، فهذا كثير لازم يراعونه، لانه بعد العوده للمدرسه بيكون في شوي صعوبه ويعانون الاطفال من مشاكل بعد العوده، فلازم يكون في مرونه في التعامل، في تفهم ظروف الطفل، الاستماع للطفل في هذه المرحله، تمكينه من التعبير عن اي قلق او مخاوف تكون موجوده عنده، التخفيف من اعراض قلق الانفصال اللي هو بعد العوده اللي هو يلازمه بعد العوده ويكون بعده اللي هو اشكال رفض. طبعا في اطفال كثير ممكن يرفضون الذهاب للمدرسه ويكون في بكاء شديد، ممكن يرفض يقول انا مريض او انا تعبان. فبتكون لازم احنا نساعده في تكوين اتجاهات نفسيه وايجابيه نحو المدرسه، وتذكير الطفل دائما ذكره، نقول له تذكر،
الذكريات الجيدة اللي كانت في المدرسة، خصوصا الأطفال اللي في المراحل المبتدئة اللي ما درسوا سنة أولى أو ثانية ودخلوا على سنة ثالثة فجأة، أو اللي دخلوا على سنة ثانية، فهذه لازم كثير نكون معاهم، نطلع الطفل يعني نحاول ندخل في الطفل مع جدول دراسي، هيئة يومية للمدرسة، نتواصل مع المدرسة يعني الفترة هذه بشكل مستمر، يعني الطفل مو لوحده، لازم أكون متواصلة مع المدرسة وأفهم كيف مسير طفلي، كيف يوم الدراسي، أساعده في أحضر له. طبعا يعني احنا عارفين بعد تغيير في جداول النوم وجداول الحياة، فضروري هذه الفترة والمرحلة ان احنا نكون مع القطاع التعليم ومرافق التعليم كافة وتساعد الطلبة. وطبعا احنا الحملة حقتنا موجهة ما هو فقط بس للطلبة والطالبات، يعني حتى المعلمين والمرشدين الطلابيين احنا مسوي لهم ورش عمل في كافة مناطق المملكة، بنستهدف فيها كافة المعلمين والمعلمات في تدريبهم أهم المهارات اللي كيف يتعاملون مع الأطفال في هذه المرحلة بعد العودة، بعد الآثار اللي خلفتها الجائحة خلال السنتين الماضية. يعني بتستهدف الحملة هذه كافة مرافق التعليم وكافة قطاع التعليم، فيها فيديوهات، فيها قصص، فيها نشر من خلال في إرشاء هاتف إرشادي بيقدم النصائح، يعني في أكثر من نشاط ومرفق بيختص بهذا الموضوع اللي هو بالحملة. نعم واضح جدا أستاذة تهاني، يعني ليس فقط للتعنيف بل أيضا لتقديم المشورة والدعم. أيضا ذكرتي أنه مو بس الطلاب والطالبات ممكن يستفيدوا منها، أيضا الإداريين والمعلمين والمعلمات. في جانب آخر، هل ممكن أسألك إذا كان ممكن أنه أحد الإداريين أو المعلمة تتواصل إذا كان هناك زرأت على الطفل هناك تعنيف في جسده أو أنه بيعنف بطريقة أو بأخرى في المنزل، تتواصل معاكم مثلا وتتكلم عن هذا الموضوع ولا كيف؟ لا طبعا أكيد، وهذا الشيء يعني موجود عندنا ولازال قائم، ومن افتتاح الخط بيتواصلوا معنا مرشدين طلابيين أو أحيانا معلمين أو حتى أحيانا جهات بتكون يعني عندها مخاوف مثلا في نقلها لإدارة المدرسة أو ما عندها الصلاحيات أنها تنقلها، فكانت تنقل لنا الحالة وإحنا بدورنا كخط في مساندة الطفل بنعطيها النصائح والإرشادات حول كيفية التعامل مع هذه الحالة وكيف توصل هذا الطفل، مين تتواصل معه، مين الجهة اللي تتواصل معه، إذا كانت مثلا جربت وتواصلت مع الأهل والأهل غير مستجيبين، يعني الأهل لازالوا بيعرفون غير مستجيبين، مين الجهة الأخرى اللي ممكن تتواصل معها. إحنا بدورنا نربط بين الجهتين، سواء كان يعني مقدم رعاية أو شخص بيبلغ عن عنف أو حتى قطاع في المدرسة رأى عنف أو شاهد على عنف في أي مكان، بنكون يعني يدا بيد نتعاون معه في مساعدته لوصول الطفل هذا إلى بر الأمان. نعم، هل يوجد وعي عند كثير من المعلمين والمعلمات بخصوص هذا الموضوع أنه هو لازم يبادر ولازم أنه يراجع مثلا أو يكلم خط مساندة الطفل وأنه يبلغ عن وجود تعنيف يمارس على الطفل؟ هل عندهم هذه هي الثقافة أو هذا الوعي؟ مرة سؤال مهم أستاذ ريم، جدا مهم. يعني حنا تقريبا صارنا الحين حوالي 9 سنوات من افتتحنا الخط، يعني في السنة 10 بإذن الله، والحملة هذه سنوية ترى، وكل سنة لها تيم معين بنقدمها في المدارس، ويعني ما أبغى أقول التوعية لأنه قليلة، لكن فيه نقص في بعض المعلومات والبيانات اللي موجودة يعني في بعض المدارس، ولا نقول ولا نعمم لأنه ما شاء الله بيبذلوا معنا مجهود، لكن ما هم بعرفين بالضبط إيش الخدمات اللي بتقدم. نعم. بعض المدارس مثلاً بس بتعطي الرقم لكن ما بتشرح وتوضح إيش دور خط مساندة الطفل، إيش الخدمات اللي بيقدمها، متى ممكن الطفل يتواصل وإنه في جهة ممكن يعني تتعامل معه، يعني لدرجة أحياناً توصلنا بعض الاتصالات تكون يعني شوية فيها يعني نوع من المواقف المضحكة اللي يسألوننا عن مثلاً أشياء معينة عن درجات الأطفال أو ممكن كيف نتواصل مع المدرسة، فالناس بتخطئ، فلذلك حنا دائما باستمرار بنقوم بالحملات هذه للتوعية بالخدمات اللي موجودة، وإحنا موجودين طوال الوقت 16 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، يعني تقريبا طوال أوقات موجودين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة على الاستفسارات والأسئلة من خلال تويتر وإنستغرام، كل وسائل التواصل الاجتماعي موجودين، يعني الثقافة لا زال هو في تطور أكثر وفي وعي أكثر، ولكن لازلنا بحاجة إلى توضيح ما هي الخدمات اللي مقدمة والموجودة واللي ممكن تساعد، يعني في كثير جهات أو خلينا نقول ما هو عارفين بالضبط وش الخدمة المقدمة، فلما يتصلون ويتفاجئون
نقول لهم احنا ممكن نساعدكم مع هذه الجهه، ممكن احنا نربطكم بهذه الجهه عشان نساعدكم في تقديم الخدمه. واضح جدا استاذه تهاني المجحد مدير عام خط مسانده الطفل، شكرا لوجودك معنا لليوم. مشاهدينا كذا انتهت جولتنا الاخباريه، انتظرونا بعد الفاصل والمزيد من الفقرات. بعد الفاصل، مصممة The Groves بموسم الرياض تتحدث لسيدتي عن فرصة اختيارها لتنفيذ المشروع. سيدة الأعمال السعودية سهام حسنين شاركت في موسم الرياض الثاني بشكل مختلف تماماً ومدهش عما شاهدناه في الموسم الأول، حيث كانت هي المصممة ومنفذة مشروع The Groves. خلونا نتعرف أكثر على الفعاليات والتصاميم وكيف تم اختيارها من معالي المستشار تركي آل الشيخ. نرحب في استديو سيدتي بمصممة The Groves بموسم الرياض الأستاذة سهام حسنين. هلا وسهلا بك. يا هلا وسهلا فيك كريم، تسلمي لي، شكرا على الاستضافة وشكرا لوجودك معنا. سعيدة جدا أنك موجودة معنا. مين ما راح The Groves في حي السفارات وانبهر بالديكورات أو حتى بالثيم، بكل حاجة تخص هذا الموضوع، فبداية ليش اخترتي هذا الاسم؟ ليه اخترت اسم The Groves؟ خلينا نرجع قبل الاسم. قبل الاسم هيئة الترفيه أعلنت عن مشاركة أي فرد، مؤسسة، شركة، إذا عنده أي فكرة تقدم لنا هذه الفكرة وإحنا حندعمها ونساعدها. ففي 2019 زي ما أنت تفضلتي كان لي زيارة في حي السفارات ورحت لحديقة الخزامة وانبهرت في الحديقة، انبهرت. فلما جات فكرة إنه نقدم أفكار كانت هي أول شيء في بالي هذه الحديقة. فمن اسمها The Groves معناتها البساتين، فسميتها The Groves. وشعارها لها شعار اللي هي الأربع عناصر الحياة اللي هي الماء والهواء والنار والتراب، لأن كل الأربع العناصر هذه فعلياً حتلاقيها في The Groves. بس ومن هنا بدأت الفكرة وقدمناها وفزنا وحققناها ونفذناها والآن هي شغالة ما شاء الله. ما هنا أبغى أسألك، شاركتوا، كانت مسابقة؟ كانت مسابقة. كم كان عدد المتسابقين وكيف تم اختيارك؟ شوفي، كنا عرفت بعد ما أعلنت النتائج إنه اللي قدم 25,000 فكرة. 25,000 فكرة، نعم. ومن 25,000 فكرة اختاروا 20. طبعا عندهم لجنة، اكيد عندهم اختيارات. زي شوفي الفكرة كبرزنتيشن زي لما يجيكي سي في، خلينا نقول مثال سي في، سي في تقري سي في طويل عريض، لكن هل هذا اللي في السي في المعلومات هل ممكن تنفذ على ارض الواقع؟ فاكيد لما جات اللجنة اكيد برزنتيشنات كثيرة جاتهم عروض، لكن هل عند التنفيذ هل الشركة أو الشخص هذا كفؤ إنه ينفذ هذا المشروع؟ فإن شاء الله إنه إحنا كنا كفؤ وحاولنا نكون قد المستطاع. مسؤولية جدا كانت كبيرة علينا ريم، ما هو شيء سهل. أولا كأنك فزتي لهذه المبادرة، شيء ثاني والأصعب تشغيلها وإنك تكوني على قد هذه الثقة والجدارة إنك أنت تقدر تنفذ هذا المشروع. هذا كانت من أشياء التحديات، لكن الحمد لله ردود فعل الناس، ردود فعل الزوار، ردود فعل المسؤولين من الزوار اللي بيجونا وبيستمتعوا بالمكان، هذا بالنسبة لنا هو هذا النجاح وهذا هدف موسم الرياض، إنه الجميع يستمتع. بالضبط، وهذا اللي حاصل. يعني لو احنا نشوف الصور مع بعض قد ايش رائع وممتع ومنوع وجميل جدا صراحه. نعم، وجميع الفعاليات. قد ايش من اخذ منكم وقت التجهيزات الين ما افتتحتوا المكان؟ شوفي احنا كلوجيستكس وبلانينج وتقريبا اخذ مني 6 شهور. 6 شهور على 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 خرائط وعلى بلانز، وكل يوم يتغير وكل يوم نقرر هذا لا في هذا المكان لا هنا. فهذه الاشياء ما تيجي في يوم وليلة. طبعا أخذ مننا تقريبا زي ما بقولك 6 شهور، لكن كتنفيذ من استلامنا للحديقة لافتتاح The Groves 40 يوم. برافو. من لا شيء، من لا شيء. يعني نعم. احنا شايفين الأعمال يعني كيف كانت 40 يوم بس كل شيء جاهز، فاهمة؟ مجرد إنه بس تنفيذ.
يعني نشوف الأعمال كيف كانت على قدم وساق عشان الافتتاح. وزي ما قلتي يمكن العمل سهل ولكن التشغيل مو سهل. أبغى أعرف بالنسبة للإنترتينمنت، بالنسبة للترفيه، للفعاليات اللي أصلاً موجودة فيه، كيف جاتكم أفكارها؟ كيف فكرتوا إنه إحنا نبغى نسوي كذا، نضيف موسيقى، نضيف رقصات متنوعة، نضيف صور مختلفة؟ موقع The Groves في حي السفارات يفرض عليه الأفكار. مجرد إنك تقولي أنت في حي السفارات معناته أنت محاطة بثقافات متعددة بسبب السفارات اللي موجودة. أيوة. فإحنا دائما نحاول نجيب مالتي كولتشرال إيفنتس اللي تلائم لجميع ال 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 إيش نقول الزوار، بس بالأخص خلينا نقول حي السفارات تحديداً. إيوة. ففعلاً بنشوف هذا الشيء، بيجوا بيستمتعوا أهاليهم بأطفالهم بعوائلهم بزوارهم اللي بيجوا من السفارات، بيجوا بيجيبوهم عندنا في حي في The Groves، وبينبهروا إنه هذه رياضة جديدة، هل هذا كله موجود. والشيء اللي أنا أفتخر فيه بكل القائمين في The Groves بما فيهم هيئة الترفيه، إنه جميع القائمين في The Groves من الإضاءة، من الشركة المنفذة، من المطاعم، من المشاركين، كلها شركات سعودية بس بستاندرد عالمي، ما عندي شركة واحدة أجنبية. وهذا شيء جدا رائع. أصلا أنت مصممة هذه الحكاية كلها، يعني أنا بدي أسأل كيف جبت الخبرة أو إيش الخبرة اللي عندك ما شاء الله عشان اليوم تصممي فعالية بهذا المستوى العالمي؟ شوفي، الخبرة تيجي بالإصرار، هذا واحد. أنا عندي خبرة في الـ F&B اللي هو في المطاعم من 2009، وبدأت في جدة، وبعدين شاركت في موسم جدة في 2019، وفي 2019-2020 شاركت في موسم الرياض. فيجيك التحدي إنه خلاص أنت فهمتي إيش هي المواسم والزحمة، وإيش إيش الناس متعطشة له، إيش اللي ناقص إلا ده. وبعدين لما يكون عندك فريق عمل يا ريم رائع ويبغوكي تكبري ويساعدوكي ويساندوكي، وهذا بالأخص هيئة الترفيه، يعني ذللوا الصعوبات عندنا. صحيح. فلما ذللوا لنا الصعوبات حاولنا قدر المستطاع إنه إحنا نقدم الأفضل، ومن هنا جات الخبرة. وإنتي على قد المسؤولية يعني ما شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعني إحنا بنتكلم على موقع، بنتكلم على ديكورات، بنتكلم على فعاليات، وضروري جدا نتكلم عن الأكل. الأكل يليق بهذا المستوى. صحيح. العالمي. صحيح. فكلمينا عن الأكل، إذا كان فاين داينينج، إذا كان مطاعم عالمية، إيش بتقدموا هناك؟ شوفي، زي ما قلت لك، مطاعم عالمية، ما عندي مطاعم إني أنا جايبة فرنشايز. وأنا كسهام ضد موضوع الفرنشايز لسبب، لأنه if they can do it we can do better، إذا ما استطاع إحنا نستطيع نسوي أحسن طبعاً. فأنا أخذ هذه كل، خلينا نقول إذا فصلنا ما معنى فاين داينينج، هي حتكون الإكسبرينس، جودة الأكل، جودة الخدمة، جودة الديكور، هذه كلها أربطيها مع بعض يطلع فاين داينينج. فإحنا طلعنا بكونسبت فقط لـ The Groves، منهم مطعم لتشازو كان مشارك في موسم الرياض 2019 بس ما أخذ حقه كثير عشان جات ظروف الكورونا، فجبناه. هو مطعم أسباني متخصص في الـ إحنا نسميه الخرفان اللباني، يا سلام. اللي هو الميلك فاد، اللي هو كن للساعة بس 4-5 كيلو. هذا مطعم لتشازو الأسباني. عندنا مطعم جيميناي اللي هو إيطالي وياباني، فاين داينينج، very nice experience, more live. عندنا مطعم اسمه الجلسة، ما أدري إذا كان موجود على التقرير، هذا مطل على الوادي، أكل سعودي خفيف. ممكن الناس الفكرة اللي ما يعرفوها إنه حضرتك كمان شيف. أنا شيف وأنا أسوي المنيو. هو ده اللي بدي أسألك، هل شاركتي في المنيو، في وضع لمساتك الخاصة في الطعام؟ كل شيء. يعني لأني شوفي، قد لو مين جبت شيف عالمي من برا، في النهاية ما يعرف تذوق وحاسة التذوق السعودي اللي بالضبط. إحنا اللي نعرف إيش نحب. فحتى لو في أطباق عالمية، إحنا بطريقتنا نضيف ده، ننقص ده، ده، لين ما يصير يليق على البالت، التذوق السعودي. فكنت مهتمة طبعاً، عندي أيادي معايا، أنا مو كل شيء سويته، بس كان يهمني إن الفاينل تاتش والفاينل ريسيبي يكون أنا اللي عملته. مظبوط. فيس سوينا، عملنا منطقة اسمها بيردز اوف إيدن حقت أفتنون تي، بس برضو بالتاتش السعودي، وعليه جداً إقبال.
بالإضافة إلى الانترتينمنت. يس ما شاء الله أستاذة سهام، أبدعت يعني من إلى من التصميم إلى الأكل إلى الفعاليات، يعني حاولنا. يمكن لو نبغى ندي شيء من 10 يمكن 100 من 100 على 10 إن شاء الله. الكل يمدح دكروز طبيعتي. أنا على فريقي دائما بنتطور، يعني حتى بعد ما فتحنا ما زلنا إحنا بنجدد، مو إنه خلاص إنه فتحنا وذات سيت، لا قاعدين كل يوم بنحاول نجدد، وكل ما كان في مناسبة تخص الموسم الرياض كفعالية زي مثلا يوم إيش خلينا نقول دحين يوم التأسيس طبعًا برضو طبعًا. حنكون مشاركين، فدائما بنحاول نطور نفسنا ونكون مواكبين لأي أحداث عالمية يكون The Groves من ضمنها إن شاء الله. ضروري بعد التعب هذا كله تبغى تشوف النتيجة بألسنة الناس طبعاً، والمقبلين على هذا هذا الفيول، هذا البنزين اللي خلينا نكمل بالزبط. فإيش رأي الناس في The Groves؟ إيش انطباعهم؟ إيش تشوفي أنت؟ شوفي في شيء ما أكيد أغلبكم يعرف، بس أنا برجع أعيد، ترى المعالي الأستاذ تركي على الشيخ من المتابعين، يعني حتى التغريدات أشياء طبعاً. النقد أشياء المدح ردود فعل الناس، لأنه جدا يهمه موسم الرياض ويهمه انه ما يكون فيه ولا خطا، خاصه انه تعلمنا مفروض اخطائنا من 2019 طبعا. فعشان هذه طبيعته تلاقينا احنا بتلقائيين ان شاء الله ما حتغرد علينا سيئه، نبغى نتاكد انه الخدمه ممتازه، نبغى نتاكد انه كل شيء ممتاز، لانه احنا واجهه في النهايه لموسم الرياض، فدائما بنحاول نسمع قدر ما نقدر عن ايش ردود فعل الناس، اولا عشان نحسن من نفسنا، شيء ثاني لو في مدح ترى هذا الناس تحب تسمع طبعا، تديكم دفعيه دينا طبعًا. دفع ايوه. فخلينا نزل بنقول من 10 9 من 10 بنسبه ردود فعل جدا ايجابيه، سواء من الزوار اللي جايين من خارج السعوديه من الدول الخليج او من العالم العربي حتى ومن اجانب، او اللي بيجوا بزوار من السعوديه بيجون من مكه من جده المدينه من قصيم بريد، بنحاول نسمع، وطبعا اهل الرياض. فبالنسبه ردود فعل مره جميله، وهذا زي ما قلت لك بدينا دافع قوي إنه نتحسن نخدم أكثر ونشوف إيش أهداف تانية لمواسم تانية إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله سيدة سهام، وأنت على قد المسؤولية وعلى قد المكانة هذه. عندك كمان حصلتي على الكثير من الأوسمة والجوائز. شوفي أكثر وسام أنا أخذته هي جائزة إني أنا أحقق The Groves وأصممه ويتنفذ في منطقة جدا صعبة يا ريم، ترى لما تقولي حي السفارات انت بتقولي اعلى امن هناك طبعا، اللوجيستكس انك انت تشتغلي هناك ما هو شيء سهل، انت جنب سفارات جنب في منطقة حساسة، فكان الشغل فيه دقيق وجدا صعب، فانا اعتبره هذا وسام لن انسى انه المعالي اعطانا هذه الفرصة وفعلا حققناها وفعلا شغلناها، فهذا بالنسبة لي وسام. بس سبق اني انا اخذت اوسمة وجوائز كجودة والنوعية في المطاعم ومن أمين جدة كمان، ف ما شاء الله. ومشاركتي في موسم الرياض ترى هذا، شوفي أي أحد اشتغل في موسم الرياض هو أخذ جائزة بالضبط، يعني تحدي وكسب، لأنه ما هو شيء سهل وكله تعب وكله أنجز، فأنا أشوف الكل صراحة نال جائزة مجرد أن يشارك في موسم ما شاء الله عليك، يعني اليوم كونك سيدة سعودية ناجحة رائدة في مجالها، فزتي على أكثر من 25,000 مشروع ومشروعك هو اللي فائز، إيش هي طموحاتك في المستقبل؟ طموحاتي في المستقبل شوفي سؤال مرة حلو، وكل يوم إحنا بنسوي بلان، لكن طبيعة البشرية إنها دائما تطمع للأحسن طبعا، فاليوم خلصنا The Groves، اليوم احنا قاعدين نخطط لأشياء تانية أكبر من ما يكون مجرد إنه زون، وإن شاء الله تتحقق، الآن مجرد إنه أحلام على ورق وإن شاء الله تتنفذ بإذن الله. وأنت قدها إن شاء الله يا ريم، تسلمي. شكرا لوجودك معنا، الله يسلمك إن شاء الله، تسلمي. وطبعا مشاهدينا ننتقل لقصة نجاح أخرى مع سيدة سعودية أخرى، رؤى يغمور ساقها شغفها وحبها لعالم المناجم منذ الصغر لتتفرد في تخصصها الدراسي في مجال المعادن، زميلتنا مها الفران التقت بها، خلينا نتابع التقرير التالي. من أنا صغيرة عندي شغف
كبير في المجوهرات، وانا عارفه انه كثير ناس يقولوا هذه الكلمه، يعني هذه كلمه معتاد انه يقولها، بس انا دائما اقول كلمه مره مهمه في الموضوع، انه هذا المجال نقاني وانا ما نقيته. صراحة بدأ من أنا صغيرة، يمكن من عمر 7 أو 8 سنين، والدي كان، أنا مولودة في أمريكا وعشت هناك، فكان والدي دائما يودينا على أماكن في الجبال، من ضمنها منطقة في نورث كارولينا اسمها وادي الزفير سافاير فالي، كنت أشوف المناجم واللي يشتغلوا في المناجم، كيف يخرجوا الأحجار، كيف ينخلوها، كيف ينقوا الأحجار، وإيش اللي يدوروا عليه. فكان عندي كثير فضول في الموضوع ده، وبدأت صراحة أني أنا يعني من باب الفضول أشوف إيش هم بيسووا، وبدأت أتعلم من هناك. مجال تخصص الجامعي، أول شيء تخصصت في علم المعادن البصري. علم المعادن البصري إيش هو؟ هو علم معادن يعتمد على التشخيص البصري، يعني نحن نشوف اللون، المكسر، المخدش، أشياء معينة، صفات الفيزيائية والكيميائية اللي موجودة في الأحجار، ونقرر إيش هو الحجر. أنا مقيمة معتمدة دولياً. مجال التقييم طبعاً مجال كبير، ففي أنواع كثير من التقييم، مش فقط تقييم البيع وتقييم الشراء، ولكن أيضاً تقييم الإرث، تقييم التأمين، تقييم الضريبي، هذه كل الأشياء متعلقة في مجال التقييم. نحن هنا أكثر حاجة مستخدمة اللي هي تقييم الشراء والبيع وتقييم الإرث. صراحة مجالي وداني أماكن كثيرة، وأنا أسميها دائماً مغامرة، يعني وداني وسفرني أماكن كثيرة، خلاني أشتغل مع شتى أنواع الناس والشركات والمؤسسات في مجال المجوهرات. اشتغلت مع شركات كبيرة عالمية دولية في أسماء معروفة، من بيوت مزادات وشركات مجوهرات. عندنا لاين خاص بقص الأحجار، وهذا أول لاين صراحة أنا أتوقع في السعودية أنه في أحد عنده لاين خاص بقص الأحجار وقصات مختلفة. فاللاين هذا تبعنا متعلق بأنه بنقص الحجر بطريقة أنه لما تنفلك تكون اليمين واليسار نفسها، فكأنك عاملة 2 copies من الحجرة، وهذا جدا صعب أنك تلاقيه. طبعا هذه حاجة متعلقة بتخصصي، بس يعني برضو أنه هو لاين، فإن شاء الله يعجب الناس. نصيحة اليوم للمصممات اللي بيشتغلوا في مجال المجوهرات، دوري على فكرة تعبر عنك، دوري على شيء يناسبك، دائما حطي بصمتك الخاصة في تصميماتك، لا تقلدي، التقليد دائما واضح. شكرا زميلتنا مها الفران انك عرفتينا على سيدة رائدة في مجالها، وزي ما قالت المجال هو اللي اختارها وليست هي، وفوق كذا اثبتت نفسها واثبتت مكانتها وتحدت الصعاب، وما شاء الله مجال ما هو سهل. اكيد نتمنى لها كل التوفيق. فاصل قصير ورجعين. بعد الفاصل الطفل المعجزة، قصة إنسانية يروي صاحبها التفاصيل لسيدتي. ضيفنا اليوم لقبه الأطباء بالطفل المعجزة، فرغم كل توقعاتهم بعدم نجاته عاش وكبر حتى أصبح الشاب الذي يملك موهبة الكتابة والإلقاء. قصة إنسانية أكيد نسعد باستضافته في استوديو سيدتي. نرحب مع بعض بعبد الله إبراهيم. يا مرحبا ومسهلا، اليوم أنا جدا متشرف، جدا سعيد بانضمامي معاكم، وإحنا جدا سعيدين بوجودك معنا. يمكن قعدنا ندردش على قبل الهوى وفاجأتني بكثير من المعلومات، أكيد رح نتكلم عليها أكثر، ولكن بداية إيش قصتك؟ ليش قالوا عنك الأطباء إنه هذا الطفل ما رح يعيش؟ هو الشيء، اللهم لك الحمد على كل شيء، واللهم لك الحمد على كل حال. أنا الوالدة الله يطول بعمرها سوت عملية تلايدة، وأنا طفل في بطنها،
مع بعد عملية السايدة مع النمو تأثرت، انولدت وانولد معي المشاكل. لكن اللهم لك الحمد عشت حياة، الله كتب لي اللهم لك الحمد عمر شخص طبيعي. أجريت فوق 10 عمليات، عمليات كثير ما بينها الأجهزة. اللهم لك الحمد بعد عمر 8 سنوات قدرة قادر نستشعر آية إذا أراد الله شيء فيقول له كن فيكون. اللهم لك الحمد مشيت وأصبحت إنسان طبيعي. أنت أصلاً كنت تعاني من إعاقة كاملة؟ كنت أعاني من إعاقة كاملة. يعني تقدرين تقولين مثل الطاولة والكرسي، ما تتحرك أبداً، ما أتحرك ولا شيء. اللهم لك الحمد. وبفضل إصرار الوالدة الله يطول في عمرها. أنت عشت في المستشفى 4 سنوات من بعد الولادة؟ عشت في المستشفى من بعد الولادة 8 سنوات. 8 سنوات. 8 سنوات الوالدة تخيلي. 8 سنوات هي تنام أمام باب العناية المركزة. الله يخليها لك. وبإصرار الوالدة أنت اليوم ما من أنت عليه يعني طبعاً بعد الله يا عبد الله يعني جداً. فأكيد إحنا يعني حنعرف مواضيع أكثر عن هذا الموضوع، إنه إيش اللي حصل وفي الطفولة وكذا والعمليات اللي أجريتها، ولكن اليوم أنت شاب وموهوب أيضاً. اللهم لك الحمد. في صف كم أنت يا عبد الله؟ أنا الآن أدرس بثاني ثانوي. مدرسة موهوبة. اللهم لك الحمد. هذه المدرسة دخلتها باختبار اجتياز اختبار قياس قدرات. كنت بمدرسة عامة حكومية. كنت مدرسة عادية بالمتوسط. نعم. دخل علينا معلم من الموهبين وقعد يشرح لنا عن ثانوية الموهبين، فأنا بداخلي أصبح شغف وصبح طموح أني أنا بإذن الله السنة الجاية أولى ثانوي لي مقعد في هالمدرسة. ما شاء الله عليه. طلع الأستاذ، التفت لأخوي قلت إن شاء الله أني بهالمدرسة. كان الله يقويك. رحت وسجلت اسمي اللهم لك الحمد، ونزل اسمي ترشيح بأني أنا موهوب وأدخل اختبار القياس مجانا. اللهم لك الحمد اختبرت القياس وأنا الآن لثاني سنة في مدرسة الموهبين. ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا مبهورة بهذه القصة. يعني ما شاء الله عليك كذا، إيمانك بالله قوي ومتحمس وعندك شغف. نبغى نتكلم أكثر على الموهبة اللي عندك، الكتابة والإلقاء. إيه نعم. اللهم لك الحمد. أول شيء الإلقاء، الإلقاء تقدرين تقولين إنه الله أخذ مني شيء وأعطاني شيء. فالإلقاء موهبة بدت معي من سادس ابتدائي وابتلت معي اللهم لك الحمد. أساساً المسرح والمايك كنت أحبه منذ الصغر، من يوم ما بدت حياتي. وجدت نفسك في المسرح؟ أي والله. مع أنه كثير ناس يهربوا من المسرح ومن المايك ويخافوا ويقول لك أنا لا أستطيع وما عندي القدرة أوقف قدام الناس أو إني أتكلم فيه، ولكن أنت واجهت هذا الموضوع وأصلا كنت حابب هذا الموضوع. جدا حاب هذا الموضوع. وعلى فكرة ترى يوم كنت بالابتدائي كنت أطلع أصيح أبي أطلع على المسرح، مو دوري على المسرح اليوم الإذاعة، مو دوري. قاعد كل المعلم أنا أبي أطلع على المسرح وأبي أتكلم على المايك. ما شاء الله عليك، أنا مرة مبهورة فيك يا عبد الله. طبعا عبد الله يعني أنت ما شاء الله كنت بتسوي في فعالية أو حفلة ما وتلاقيت مع الأمير فيصل بن مشعل. إيه اللي نعم. سألك عن مصدر كتاباتك وجاوبته أنا أكتب فأحفظ فألقي. كلمنا عن هذا الموقف وإيش اللي حصل. هذا كان في حفل، كانوا الطلاب ماسكين أوراقهم عشان يستعدوا لإلقاء الحفل. نعم. أنا عندي الحفظ أحفظ. ملكة الحفظ. إيه طيب. أحفظ، فقالوا لي وين ورقتك؟ قلت أنا أكتب فأحفظ وألقي. ما شاء الله. فهذه كانت السالفة وما فيها. إيش تكتب وإيش تلقي؟ يعني إيش تكتب؟ تكتب أشعار، تكتب قصص، تكتب خواطر؟ لا، الأشعار ما كتبتها. أنا كتبت ما في قلب عبد الله. ما في داخل يعني خاطر عبد الله. إيه؟ مثل الخواطر البسيطة، المواضيع الهادفة اللي قاعدة تصير في المجتمع. أنت كاتب لنا شيء اليوم؟ أنا كاتب. قول لنا. الله يطول عمرك. أنا بالنسبة للمايك والمسرح كاتب موضوع رسالة هادفة، وهو أول موضوع أنا كتبته. إيه تفضلي. خصوصاً إحنا اليوم بنحتفل باليوم العالمي للإذاعة،
والإذاعة يبغى لها ملكة ويبغى لها حضور وصوت وطريقة إلقاء معينة وملكة كتابة. أكيد. تفضل. دام فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله بن إبراهيم من أصحاب ذوي الإعاقة، وهدفي أني أوصل رسالة لإخواني وأخواتي، رسالة لطيفة خفيفة. يا حبايبي، الحلش الواحد يستحي من شكله، هذه خلقة ربك لك. يا جماعة، أنا ما أقصد الكل، أنا أقول ربما البعض يستحي يطلع بالظهور الإعلامي، سواء في مسرح أو إذاعة في المدرسة، أو حتى بعضهم يستحي يطلع عند الرجال. يا غالي يا غالية، إذا عندك موهبة أو شيء ربي أعطاك إياه غير العالم، طلع لا تخلي داخل قلبك. يقول لك واثق الخطوة يمشي ملك، ثق في نفسك ولا عليك من العالم. لازم تعرف معلومة، دائما الإنسان الناجح سوف يواجه عقبات ومشاكل كثيرة. لا لا، هي ما هي مشاكل بالضبط، يعني بيجيك فلان يقول لك مثلا عبد الله أنت لقائك مو حلو، عبد الله أنت شكلك غير مناسب بالظهور في الإعلام. باختصار، في كسر طموحاتك، فأنت لا تلتفت إلى الوراء ولا تبرر لمن يفكر فيك الفكرة السيئة، فأنت ما خلقت لتثبت لهم أنك ملك أو لتثبت لهم أنك شيطان. اسعى وكافح ولا تقعد لأي سبب كان. شكرا لكم، كان معكم أخوكم الصغير عبد الله إبراهيم، أتمنى رسالتي وصلت للكل. الله 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 يا عبد الله، أنا مرة مبسوطة فيك، أنت بالفعل تمتلك ملكة رائعة، عندك كاريزما عالية، حضور جميل جدا، لكن كيف توظف هذه الموهبة؟ هل أنت مثلا بتطلع على السوشيال ميديا، عندك منصة بتطلع عليها، بتسوي بودكاست مثلا أو فيديوهات بتنشرها؟ لأنه صراحة كلام جدا جميل وراقي وفيه كثير من النصائح ووعي وأسلوب قريب من القلب جدا يا عبد الله. الله يطول عمرك، أنا شخص مثل ما قلت لك أحب المايك، أحب الكاميرا، وأحب المسرح، وأعتبر هالشيء أنك لو تمسك مايك أو تمسك كاميرا وتطلع على خشبة المسرح فأنت سويت إنجاز عظيم ترى. طيب أنت بتسوي شيء زي كده يعني الآن بتسوي على أرض الواقع هذه الأشياء؟ أنا اللهم لك الحمد عندي منصة، عندي منصات التواصل الاجتماعي، عندي تويتر، عندي سناب شات، عندي انستغرام، اللهم لك الحمد في المدرسة منتظم بالإذاعة. أنا كنت مشرف على النشاط كامل، فهذا حب غير إنه موهبة، حب ما شاء الله وممتلكة شغف موهبة. شغف وفي مكان. وصراحة يا عبد الله، إيش طموحك بعد الثانوية؟ ناوي تدخل إعلام؟ بإذن الله. إعلام؟ بإذن الله. بإذن الله، وتكون مذيع وعندك برنامج وتظهر على القنوات. طموح وشغف داخلي، ولمن لديه حب وطموح وإصرار بإذن الله راح يوصل اللي يبيه. أكيد، وأنت حتوصل، لأنه أنت تمتلك، والله أنت تمتلك، خليني أقول لك، ملكة وحضور وكاريزما وإلقاء كثير مذيعين ما عندهم، وثقافة جدا عالية. عبد الله، كمان عندنا الوالدة معانا عبر الهاتف. أم عبد الله، هلا وسهلا بيكي. هلا وسهلا بك يا حبيبتي. يعني ما شاء الله تبارك الله، إيش هذه التربية، إيش هذه الثقافة، إيش هذه الأخلاق، يعني ما شاء الله تبارك الله. أم عبد الله، يعني إحنا جدا فخورين بعبد الله، أنا شايفته إعلامي ناجح وقدير، وأقدر أستطيع أني أشوف هذا المستقبل اللي ينتظره الواعد. خليني أرجع معاك لزمان شوية، يمكن مرحلة صعبة شوية عشتيها بعد ولادة عبد الله، 4 سنوات في المستشفى أو 8 سنوات، أنا ماني متأكدة، كلمينا إيش اللي حصل بعد الولادة. الحمد لله والشكر أولا وآخرا ولله الحمد والمنة على كل حال، يا ربي لك الحمد. عبد الله طبعا الله يحفظه ولد طفل معاق. نعم. شفنا ايه، سويت بتغيث عملية زايدة وذهب بطني 4 شهور تقريبا. تأثر من البنت خلال نموه. طبعا عبد الله طلع على الدنيا هو يعني بسم الله عليه عنده كذا مشكلة، منها قلبه، الاستسقاء بالراس، عنده جهاز بالراس، عنده بصر، نمو، قالوا بأجرى عملية، يعني بسم الله عليها عاد قرابة 5 سنوات بالعنايات المركزة ما بين مستشفى التخصص الملك فيصل بالرياض وبريدة. نعم، وعمليات، إجراء عمليات في المستشفى، عمليات ونقص أكسجين وإغماء، يعني يدخل بالعناية ما يستشعرنا ولا يحس فينا، والحمد لله والحمد لله، حتى أنهم يحطون عليها الأجهزة
الكهربائية هي يقولون ما يبتدي. نعم. كانوا الدكاترة يقولوا لك إنه هذا الطفل لن يعيش، إيش كان ردة فعلك وقتها؟ ردة فعلي يعظم به الله سبحانه وتعالى لا توصف، يعني طبعاً الحمد لله مناجاة لله ليلاً ونهاراً والاستجابة لله سبحانه بالقرآن وسورة البقرة وقراءة الحمد. بس أنت يعني كنت مؤمنة داخلك، كنت مؤمنة داخلك إنه إن شاء الله عبد الله رح يعيش بإذن الله. أكيد يعني من توكل على الله كفاه. نعم. من توكل على الله كفاه والحمد لله والشكر شفت ابني يعني اللهم لك الحمد والشكر تحسن سنة بعد سنة يا ربي لك الحمد. ما شاء الله. أحمد الله وأشكر وصل لهذه المرحلة أتمنى على قلبه يعني موهوب. الله جدا موهوب وجدا رائع وجدا ذكي وواعي ومثقف، انا جدا معجبه فيه كاعلامي واشوفه في هذا المجال. اليوم يا ام عبد الله بعد هذه السنوات يمكن من التعب والعناء ويمكن حتى من الاحباط، يعني لما يجي الدكتور يقول لي والله يمكن هذا الطفل ما يعيش، ولكن اليوم ما شاء الله بتفرحي فيه، موهوب وعنده قدره على الالقاء وعلى الكتابه وكثير من الاشياء، وانا شايفته انسان طبيعي عادي ما شاء الله عليه، يعني يمتلك أشياء كثير جميلة. إيش إحساسك اليوم لما تشوفيه في هذه المكانة؟ والله سبحان الله يعني إحساس لا يوصف يا عمري، يعني الحمد لله والشكر بعد معاناة يعني ما يعلمها غير الله، يعني لدرجة إنهم والله العظيم ربونا تربط على السرير حق العناية قدام عيوني، يربطونه تربط يعني من كثرة من عليه حركته يعني، وانه من شدة التعب اللي فيه ونفخ الأكسجين والمعاناة اللي عناها من صغره، يعني الحمد لله والشكر يعني ما أدري صراحة تخوني من المشاعر، وأنا ودي يعني أقول لك ما في قلبي بالشيء اللي شفته. الله يبارك لك فيه، الله يبارك لك فيه وتفرحي فيه، يعني إنسان ناجح، وطبعا الأم لها دور مرة كبير ومرة عظيم. شكرا لك يا أم عبد الله، وسعيدين جدا وفخورين فيك وجودك معنا ووجود عبد الله اليوم معنا. عبد الله إيش تحب تقول للوالدة؟ باختصار عميق، الحياة اللي قاعدين نعيشها ما أسميها حياة، أسميها أمي. الله. لأن حياة بلا أمي ما هي. الله عليك يا عبد الله، انا جدا سعيده بهذا اللقاء معك وفخوره جدا بك، واتمنى انك تحقق طموحاتك وان شاء الله تكون زميل معانا في هذه المهنه باذن الله. انا جدا سعيد وجدا فخور وجدا اسعدني هذا اللقاء، الله يطول عمركم وما قصرتوا جميعا. شكرا لوجودك معنا اليوم. يعطيكم العافيه. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل، أسباب المشاجرة بين الأبناء، كيف ومتى يفترض تدخل الوالدين؟ الشجار بين الأبناء هو أحد أشكال الإزعاج الأكثر شيوعاً في الأسرة ولا يكاد يخلو بيت منه، والأكيد أنه مع كل نهاية مشاجرة يلجأ كلا الطرفين إلى الأم أو الأب من أجل فض النزاع والفصل بينهم، مين الصح ومين الغلط. طبعاً حنتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل، ومتى يجب أن يتدخل الوالدين دون التأثير على نفسية الطفل أو المراهق. يسعدنا بأن نرحب معنا في استوديو سيدتي بالدكتور شليويح العنزي، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين. هلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ ريم. أهلا وسهلا بك. شكرا على الاستضافة. وموضوع جدا مهم صراحة، يعني البعض يقول أنه طبيعي جدا أنه الأطفال يتشاجروا مع بعض، هل هذا شيء صحيح؟ كلنا نتذكر يعني طفولتنا، وتوقع أغلبنا مر بطفولة طبيعية. نعم. شجار طبيعي جدا. هو السؤال متى يكون غير طبيعي؟ صحيح. والحقيقة إحنا نعده غير طبيعي في حالتين، إذا كان مستمر بشكل يأثر على وظيفة العائلة كعائلة، أو إذا وصل مرحلة العنف اللفظي أو الجسدي. طيب يمكن أكثر السؤال اللي يخطر على أذهان الوالدين، طب أصلاً أبنائي ليش يتشاجروا؟ ما هم بيلعبوا، عندهم أغراضهم ومبسوطين، لماذا يشتعل هذا الشجار بينهم؟ هنا أمر مرة مهم أن نرجع وراء خطوة الوراء ونشوف التربية كمفهوم. نعم. التربية كمفهوم أستاذ ريم كتعريف هي عبارة عن عمل مستمر بين قوسين دؤوب، نسميه المشروع الذي لا ينتهي، وقائم على ثلاثة أشياء أساسية، قائم على
قيم واضحة للأسرة، تواصل فعال بين أفراد الأسرة، وكذلك نوع من تعديل السلوك مبني على المكافأة والتعزيز. فمتى ما توفرت هذه الأشياء بيكون نسبة الشجار أقل. إذا نبي نروح للحالات الفردية للشجار، غالبا ما راح تتعدى هذه الثلاثة أشياء، إما أن قيم الأسرة ما هي واضحة للأفراد، طريقة التواصل بينهم غير صحية وغير فعالة، أو أن أساليب التربية خلينا نقول غير فعالة كذلك. نعم. مثال حتى تتضح الصورة، نفترض مثلا الهدوء كقيمة أساسية عند عائلة ما، فتلاحظين أن الأهل عشان يعززون الهدوء هذا يقولون والله عشانكم هادين اليوم حنسوي لكم كذا، عشانكم لعبتوا وانتم هادين حنوديكم مكان اللي تحبون. صح. فالقيمة هذه مرة واضحة للأطفال، يسمعونها باستمرار وفي لها تعزيز. وقيسي على هذا كذلك الشجار بين الأطفال. طيب لو قلنا أنه بعض الأهل أولادهم ما يتشاجروا بالمرة، هل يجب عليهم أن يقلقوا؟ لأنه هل يعتبر الشجار مؤشر إيجابي أو طبيعي نوعا ما؟ هو الشجار باختصار لا يعدو عن حاجتين، إما فرض للسيطرة أو فرض للمكانة. فرض للسيطرة، إحنا هنا نتكلم عن أن الطفل طبعه يحب التملك، وفي فترة معينة من فترات النمو بالنسبة له يبي كل الأشياء له، وهذا شيء لازم إحنا نتفهمه في مرحلة التطور سميه الأخلاق عند الطفل. وفرض المكانة، هنا يجي مسألة جذب الانتباه للأب والأم، وبالتالي ممكن الغيرة إذا جاء طفل جديد يخلي فيه شجار بين الأطفال إذا كانوا صغار. إذا كانوا كبار غالبا هو نتيجة يعني فرصة لتعلم مهارات التفاوض، اختبار حدود معينة داخل البيت، فبالتالي الأهل لازم ينتبهون هل التواصل هذا فعال بين الأفراد، لأي درجة أنا أقدر أعتبره شجار صحي، يمارسون في مهارة حل المشكلات فيما بينهم، أتدخل ما أتدخل. وبالتالي كل ما كان الأبوين قادرين على فهم الموقف ويكونون محايدين يركزون على المشكلة وليس على الأطفال أو الأشخاص، كل ما كان الشجار إلى حد ما نقول صحي. طب أنت قلت أتدخل ما أتدخل، هل لازم إنه الأب والأم يتدخلوا ولا يستنوا لما يجوا يشتكوا لهم، ولا كيف المفروض يدار هذا الموقف؟ طبعا بطبيعة الحال الأصل أن الأطفال يعطون فرصة أنهم يجربون مهاراتهم في التفاوض والإقناع فيما بينهم، مهارتهم في أنهم يعملون مع بعض كفريق أو حتى يختلفون فيما بينهم، لأن أي شيء يصير على مستوى الأسرة راح يصير لإعادة تمثيل على مستويات فردية لما يروحون يكونون أسرهم أو حتى يروحون أماكن الشغل. فبالتالي إحنا نعتبرها فرصة ذهبية للتربية أن أطفالنا يمارسون هذه المشاكل. فمتى حتدخل؟ أنا أتدخل لما يكون في نزاع عالي. صح. يصل لمرحلة الإيذاء اللفظي أو الجسدي لا سمح الله، أو لما يكون نزاع مستمر ينم عن مشكلة مثلا بالتواصل عند أحد الأبناء، أنه دائما هو سبب المشكلة. من هنا أبدأ أنا أبحث عنها وأشوف كيف أنا أقدر أعزز هالقيم اللي يمكن تكون أو المهارات اللي تكون ضعيفة عند هذا الطفل. يمكن هذا ما يفسر أنه بعض الأمهات والأباء يقول لك أنا عندي أطفالي كلهم مسالمين وما يسووا مشاكل وتضاربوا، إلا في واحد هو دائما عصبي، هو دائما يتشاجر مع أخوانه، فهل هذا هنا مؤشر يعتبر أنه هذا الطفل عنده مشكلة بالفعل؟ سؤال ممتاز أستاذ ريم. أتوقع واحدة من الأشياء المهمة أننا نعرف أن زي ما إحنا كبار عندنا شخصيات، الأطفال عندهم شيء نسميه بالمصطلح العلمي temperament، اللي هو جبلة الطفل، طبيعة الطفل. ففي أطفال بطبعهم عسرين، صعبين المراس، وفي أطفال هادين مسالمين، حتى بعض الأحيان يكونون خوافين شوي وحذرين، وبطبعهم يحاولون يرضون الأهل. الأطفال العنيدين غالبا يكون عندهم صعوبة في تنظيم المشاعر، صعوبة في التحكم بالانفعالات اللي احنا نسميها إدارة الغضب، وصعوبة في التعبير اللفظي، فيستخدمون السلوك وافتعال الشجار إما لجذب الانتباه أو لفرض السيطرة زي ما تكلمنا في السابق. فمن هنا يكون فعلا
ربما تكون هذه المشكلة إذا استمرت مع هذا الطفل بالتحديد أنه يروح مثلاً للتقييم، ونبدأ نشتغل على تطوير المهارات هذه اللي عنده حتى يصير سوي مثل أخوانه. ذكرت أنه في طبع عند الأطفال، صحيح. هل ممكن العنف يكون طبيعة عند الطفل؟ مو بالضرورة. العنف يعني كمصطلح طبي احنا ننظر له منظور أكبر، ممكن يصل مرحلة العنف الجسدي اللفظي، وممكن حتى تنمر على الآخرين وما إلى ذلك، لكن الأصل بالإنسان السلامة، وهذا اللي احنا نفترضه بالأطفال أنهم مسالمين ودودين يحبون مساعدة الآخرين. نعم. بعض الأهل يعتقدوا أنه تربية الطفل بالقوانين والتربية الحازمة وأنه ما يكون شديد معاه بعيدا عن العاطفة والأحضان والمحبة، وأنه لازم أكون أنا عاطفي مع الطفل عشان لا يدلع، يقول لك لا أنا ما أبغى أسوي ده الأسلوب، أنا ما أبغى طفلي يكون مدلع، هذا ولد كيف أحضنه كل شوية وأعزز له وأسلم عليه وأحسس أنه هو كده الطفل المدلل، يرفض هذه الفكرة، هل هذا أسلوب تربوي صحيح؟ طبعا دائما الموازنة هي الأساس، ولذلك تذكرين أستاذ ريم في تعريفنا الأول للتربية هي عمل يعني مستمر نشط، عمل دؤوب. نعم. فأنت دائما تحاول هالموازنة، أنا كيف أشبعهم عاطفيا وأنتبه لاحتياجاتهم العاطفية مثل ما أنتبه لاحتياجاتهم الأساسية مثل السكن والأكل والشرب والدراسة، وبنفس الوقت أكون معهم حازم بحب. الحزم طبيعي جدا متوقع، وبالعكس ضرورة، خصوصا إذا كنت بحط توقعات وقيم للأسرة، فمن هنا مسألة أني أحافظ عليها وأكون حازم أنه ما في شيء أو ما في أحد من أفراد الأسرة يخدش قيم العائلة، هذا أمر مطلوب وطبيعي. طبعاً. الموازنة بين الأثنين هنا يجي دور المهارات نسميها التربية الوالدية، متى أكون حازم متى ما أكون، والكل حالة حالتها. أكيد طبعا. بعض المراهقين في طفولتهم بيكونوا مسالمين ولطيفين جدا، ولكن مجرد ما يدخلوا سن المراهقة يصبح ولد طايش، عنده يتشاجر كثير مع أخواته بالذات مع أخوانه، يصير عنده جانب العنف هذا أكثر. تتوقع إيش هي الأسباب اللي ممكن تكون حصلت في طفولته أو الخطأ اللي ارتكبه الوالدين حتى يصير عندهم طفل أو مراهق خلينا نقول يحب الشجار؟ ممتاز. هنا نتكلم عن مرحلة عمرية مختلفة، جزء من التطور نسميه الاجتماعي عند الإنسان، أنه في كل مرحلة من مراحل العمر فيه أزمة اجتماعية يحاول يحلها. المراهقين أزمتهم الاجتماعية في أنهم يندمجون مع الآخرين، صح، وبالتالي خلال المرحلة هذه يبي يختبر تقريبا خلنا نقول أغلب الخطوط الحمراء، يقرب منها كثير، واللي عادة يخلي الأهل يبدون يخافون، يشوفون على أنه تمرد، في حين هو يشوف على أنه استقلالية وممارسة الاستقلالية، ومن هنا يبدأ النزاع. فهم دائما يعني إحنا حتى دائما نصفها مرحلة مراهقة، وبالتالي فيها طيش. فالطبيعي أن نتوقع منهم أنهم يبدون يجربون، ونشوف أن المحاولة والخطأ خصوصا إذا ما كان خطأ كبير لا سمح الله يبقى معهم طول العمر هو خطأ طبيعي. صحيح. أنا هدفي كأب أو أم لا يعني لا يخرج من أمرين، خلق تجارب اجتماعية ناجحة، بيئة صحية، ورقم اثنين خلق ذكريات حلوة تبقى معهم طول العمر. مضبوط كلامك يا دكتور. الانحياز، احيانا الام تنحاز لولدها والاب ينحاز لبنته، مثلا اذا شافوا في شجار بينهم، صحيح. لا تضرب اختك، ولا تلاقيه يقولوا لها لا تضربي اخوك، انت اللي دائما تضربيه، انت اللي دائما تبدا المشاكل، هذا الانحياز ممكن يسبب اثار نفسيه في هذا الطفل؟ الامانه الانحياز طبيعي جدا، اكيد انه غير معلن، لكن بطبيعه الحال لازم يكون محكوم بالعدل. نعم المفروض. صحيح. العدل وبطبيعة الحال المساواة. المساواة يعني صراحة يا دكتور التربية من أصعب الأشياء اللي الواحد يمر فيها في حياته، دائما الأب والأم يحسبوا إنه إحنا صح وكذا، ولكن يكتشف إنه غلطة بسيطة ممكن نسويها مع أبنائه تأثر فيهم يمكن طول العمر. فموضوع الشجار بين الأبناء جدا مهم ووجب تسليط الضوء عليه. شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يحييك. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين.
بعد الفاصل. زيارة الطبيب النفسي بين الحاجة والعيب. كلنا نمر بأوقات نشعر فيها بضغوطات نفسية مختلفة ومتفاوتة، وكثير منا يمكن مر بوقت فقد فيه السيطرة على إدارة حياته اليومية والتعامل بشكل طبيعي مع الآخرين. السؤال هنا، هل يجب على الإنسان أن يزور المعالج النفسي إذا مر في مثل هذه الفترة؟ أما زالت عندنا ثقافة العيب من الإقبال على هذه الخطوة، وعشان كذا زميلنا مبارك الكويكبي سأل الناس إذا حسيتوا بمشكلة نفسية هل ممكن تزوروا طبيب نفسي؟ خلينا نتابع أبرز الإجابات. أحاول أحلها بنفسي، فإذا اضطر الأمر وتعبت نفسياً مرة لا أكيد أراجع الطبيب نفسي. لا أحلها بنفسي، أنا أقدر أحل كل مشاكلي في نفسي، ويقول يتعافى المرء بأصدقائه فأنا أتعافى مع أصدقائي. أكيد طبعاً بعالجها لحالي، لأنه الإنسان هو لازم يساعد نفسه لحتى يتخلص من مشاكله بالأول، وإذا فشل أكيد بيلجأ لحدا من برا. صراحة إيه عادي، يعني ممكن لو أستشير أحد من داخل العائلة أو أصدقاء ما رح يكون له نظرة واسعة، يعني أكيد دكتور له خبرات كثيرة. أي ممكن نخلع. آخر رد هو اللي عجبني، ممكن ليش لا، هذا عنده وعي وثقافة عالية بالموضوع، إنه ترى مو عيب إنه لو عندنا مشكلة نفسية إننا نراجع مختص نفسي يساعدنا في هذا الموضوع. ولاحظت أغلب الإجابات إنه لا أنا أحل المشكلة حقتي بنفسي. صح، ممكن نحاول مع نفسنا نجرب نشوف فين المشكلة، ليش أنا أشعر كده، ليش أنا متضايق، ليش أنا مكتئب، ليش أنا متأزم نفسيا، ليش أنا نكدي، ممكن أحاول مع نفسي، لأنه مواجهة النفس هي أول الخطوات في حلول المشكلة، إنك تعترف بأن هناك مشكلة. ولكن أحياناً نفقد السيطرة على هذا الموضوع وبالفعل نكون متخبطين وتايهين، فلازم إننا نروح لطبيب مختص عشان يساعدنا في التخلص من الأزمة اللي إحنا بنمر فيها. الأمراض النفسية مرة كثير، والاضطرابات النفسية أكثر، يمكن أشياء بسيطة يمكن إحنا ما نخلي لها بال أو اعتبار في حياتنا، بس بتأثر بينا يوم عن يوم وتزيد وبتكبر إذا تركناها. فالأفضل إننا نستشير أحد يكون مختص في هذا الموضوع. أنا بدي أقول كمان نقطة مهمة، إنه يعني مثلا بعض الناس اللي بيشجعوا فرقة معينة يكونوا جدا فرحانين بفريقهم ودائما يفوز وكذا، لكن مجرد ما يخسر تلاقيه يتأزم نفسيا وتتعب نفسيته وخلاص يحبط في هذه الحياة. منها كثير شباب وحتى بنات، بس الشباب يمكن أكثر ويتأثروا بهذا الموضوع. بنشوف المدرجات قديش بتكون نفسيتهم متأزمة وتنفعل، وبعض تجيله جلطات وسكتات قلبية. فإذا أنت متأزم نفسيا إنه فريقك ما فاز، تقدر تراجع طبيب مختص يساعدك إنك تخرج من هذه الأزمة. وفي النهاية دائما نقول لازم نخلي روحنا رياضية، يمكن اهتماماتي تختلف عن اهتمامات زميلتي أو صديقي أو أخويا، يمكن لا نستهين باهتمامات الناس، يمكن شيء يأثر فيه ما يأثر في غيري، وشيء يأثر في غيري ما يأثر فيه، وأشوفه حاجة تافهة وعادية. فلازم إننا نحط اعتبار لهذه النفسية ونتواصل معاها، ودائما نحاول إننا نسعى إننا نحل أي مشاكل نفسية بتواجهنا ونستشير اللي أحسن مننا. فاصل قصير ورجعين. بعد الفاصل، الاستثمار في الصحة وما هي أساسيات تطوير نمط الحياة الصحي. تكلمنا سابقا في عدة فقرات عن طرق الاستثمار المالي وكيفية تحقيق المكاسب المادية، ولكن فقرتنا هذه عن أهم أنواع الاستثمارات، وهي الاستثمار في صحتنا من خلال تطوير نمط الحياة الصحي بطريقة سهلة وميسرة. هنتكلم بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عمار تنكل، طبيب نمط الحياة وأخصائي التحكم بالوزن. هلا وسهلا دكتور عمار. يا أهلا وسهلا بك كريم بجميع السادة المشاهدين. يعني موضوع جدا مهم، نستثمر ونحط الأسهم وبحفظة وهنا وهنا، طب الصحة شو أخبار الصحة؟ بالضبط. فكلمنا عن مفهوم الاستثمار في الصحة. يا سلام، الاستثمار في الصحة نفسه نفس الاستثمار المادي. أوقات نستثمر في أمور ونخسر، وأوقات نستثمر في مثلا شركات وننجح. طب النجاح والفشل يعتمد على مدى فهمك، أنت فين بتحط فلوسك وفين بتحط جهدك ووقتك. كثير من الناس يبدأ يدور على الحلول السريعة،
يدور وراء الحلول، ينجرف وراء الإعلانات اللي موجودة، حبوب تخسيس الوزن، طبعا. حزام تخسيس الوزن، حزام النحت وإلى آخره بالضبط. فيبدأ الخلطات ويستخدم هذه الأمور كلها ويضيع فلوسه ويضيع وقته، ممكن كان يستثمر فلوسه ووقته في أمور أفضل بكثير على أساس أنه تكون عائد لها، مو حاليا، مو بشكل مؤقت، صحيح. لمدى البعيد بالمستقبل. طب إيش هي الأساسيات الاستثمار في الصحة؟ هي أربع جوانب، أربع جوانب الشخص لابد أنه يستثمر فيها. نعم. الجانب الأول النشاط الرياضي أو الحركة أو النشاط البدني. أوقات كثير الناس يهملوا موضوع النشاط البدني، يقول لأنه ما عندي وقت للنادي. مين قال النشاط البدني بس في النادي؟ مزبوط. يقول لك والله أنا ما أحب مثلا أشيل أوزان. مين قال النشاط البدني فقط حمل أوزان؟ عندنا أنواع كثيرة من الأنشطة البدنية للشخص ممكن يسويها ويستمتع ويستثمر فيها. هذا الأول. الشيء الثاني النمط الغذائي. لما نتكلم عن النمط الغذائي ما نتكلم على الرجيم أو الأشياء المؤقتة. من يوم الواحد يبدأ يجرب رجيم اللي يقول أنا بس بستمر فيه لهدف معين، مثلا بنزل 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، هذا ما يعتبر نمط حياة. صحيح. هذا يعتبر فقط أنه أنا بدفع عشان أخذ جدول، ولا أدفع عشان أخذ جيلي ميل بلان أو وجبات جاهزة، أو أدفع على أساس أنه أنزل وزني وبعد كده خلاص أرجع لنمط الحياة السابق وأتوقع أنه النتيجة حتتغير. هي حترجع لنفس الشيء السابق. فهذا النمط الغذائي. ثالثا جودة الحياة. كثير مننا يهمل أنه يستثمر في جودة حياته. في البداية الاستثمار بالوقت، أمور بسيطة جدا تقلل من هرمون التوتر عندنا في الجسم، التنفس، التأمل، الاسترخاء، القراءة، الكتابة العلاجية. كم واحد فينا حاط وقت محدد في اليوم لهذه الأمور؟ هذه الأمور هي اللي بتنزل هرمون التوتر وتزيد هرمون السعادة. صح. وتخلي الشخص يعني يستثمر في صحته للمدى البعيد. والأخير جودة النوم. النوم دائما يكون علينا بعائد بالناقص، لأنه الإنسان إذا اليوم مثلا نوم 6 ساعات وكانت جودة النوم 4 ساعات، هذه جودة النوم حاخذها من نوم اليوم الثاني والثالث والرابع. فلا بد أن أنا أستثمر في كيف أحسن جودة نومي حتى هذه يكون لها مردود أفضل على الصحة. بالفعل يعني هذه هي المرتكزات الأساسية عشان تكون عندنا استثمار في الصحة، وليس ما نشوف نتائجها اليوم بس نشوفها في المستقبل، المستقبل البعيد أيضا. بالفعل. طب إحنا كيف نعزز هذه الثقافة عندنا؟ يعني في ناس يقولك أنا من فين، أنا لسه حأرتب وحافكر بالصحة وحافكر بالغذاء والرياضة وكمان أسوي تأمل وأقعد أسوي لي حاجة كده لنفسي وأبتعد عن التوتر. إنه الكلام ده ما هو واقعي. صحيح. دائما احنا يكون عندنا وبعض الناس يكون عندهم النظره الحديه. صح. يا ابيض يا اسود. مزبوط. all or none، يعني يا ان انا اسوي كل شيء او ان ما اسوي ولا شيء. دائما نقول ابدا بخطوات صغيره، تغييرات بسيطه ما تاخذ منك وقت وشوف الاثر لها الين ما تتعود عليها. الواحد يعرف الان وضعه زي ما يعرف وضعه المادي، لابد يعرف وضعه الصحي. ايش الامور اللي انا بطبقها الان اللي تكون لها عائد مستقبلا على صحتي، سواء حاليا او مستقبلا. أنا فين متجه؟ هل أنا متجه في طريق الصحة والعافية ولا أنا متجه في طريق المرض؟ إذا أنا متجه في طريق المرض أدخل تغييرات بسيطة. إحنا زي ما تفضلنا قلنا 4 جوانب رئيسية. مزبوط. مو لازم الأربع جوانب كلها نغيرها. إذا أنا الآن مثلا ما عندي شغف للرياضة وتمام ما بأمشي، مجرد التفكير إنه نقول إن شاء الله يوم من الأيام أنا بروح أمشي وأبدأ أسمع مثلا قصص الناجحين كيف بدوا يمشوا، الناس اللي في سني أو الأكبر مني، أبدأ أحاول أزيد من الشغف تجاه المشي. صح. هذه بالنسبه للنشاط البدني. النظام الغذائي، ابدا انا اوكي ما حبدا اليوم ممكن في نظام غذائي، ما عندي الوقت، ما عندي القدره، لسه ما كان عندي برضه الشغف ان انا ابدا في النظام الغذائي. ابدا اقرا عن الاكل الصحي، ابدا وعي نفسي اكثر بايش الشيء داخل اللي جوه بطني، او ايش الشيء داخل لبيتي، وايش الشيء اللي بعطيه اولادي او اعطيه الناس اللي احبهم. هذا بالنسبه للنمط الغذائي. ايضا في تمارين التنفس، التامل. التنفس ما ياخذ شيء، اسهل شيء التنفس. صح. بس المسألة إنه إحنا دائما خلينا التنفس لا إرادي وبنتنفس لمدة مثلا تقريبا أيام وشهور من غير ما نكون واعين بعملية التنفس هذه. فالواحد يأخذ 10 دقائق كل ساعة كل ساعتين، يبدأ بعشر دقائق في اليوم، يبدأ يركز فيها على التنفس، يتأمل الهواء الداخل، يتأمل الرئة وهي تمتلئ بالهواء ولقتهم خروج الهواء مرة ثانية. مزبوط. يبدأ يركز ويتحكم بالتنفس. بعد كده يبدأ بالتأمل. التأمل إحنا مشكلتنا إنه إحنا نفكر طول الوقت. نعم. أوكي، دائما نفكر في المشاكل، نفكر في المستقبل، إيش حيصير، هذا إيش حيقول، وهذا إيش حيسوي، ونشيل هم ونقلق وحاجات كثير. أكيد. فأنا لو حولت التأمل، حولت التفكير السلبي ده إلى تفكير إيجابي، هذه خطوة نحو الصحة. أنا لو بدأت أسترخي،
دائما اكون تنس ودائما اعض على على اسمه ذا الفك، عضله الفك دائما عيني وجبهتي دائما كده عابسه. فلما ابدا افكر انه لا ابدا استرخي وابدا اركز على مراكز المناطق دي حقت الاسترخاء، هذا استثمار في طريق الصحه. اخيرا جوده النوم، انا مو بالضروره انه اليوم انام 8 ساعات تكون جودتها عاليه، ابدا اركز اوكي انا ايش الامور. مثلا دائما وقت نومي ملخبط، اوكي بركز انه يكون وقت نومي ثابت. انا مثلا درجه الحراره في الغرفه يوم بارده يوم حار، ابدا اعود نفسي المخده الحافه، امور كثيره لابد احنا نحسنها في كل جانب من هذه الجوانب بالتدريج الى ما نوصل لمرحله انه غيرنا بطريقه بشكل كبير. ما حنوصل 100% بالضبط، ما في حد يوصل للكمال. اهم شيء التدريج، واهم شيء اصلا يكون عندنا الفكره ونبدا نقتنع فيها ونتدرج في تطبيقها. صحيح. طيب لو تذكر لنا يا دكتور ثلاث عادات صحيه تعتبر خاطئه جدا احنا بنمارسها في حياتنا، زي ايش؟ اوكي انا يعني برضو اربطها بهذه العوامل الاساسيات الاربعه. نعم. اولا ادمان الكسل. صح. بعض الناس يوصل لمرحلة إنه لما بس يفكر أوكي إنه أنا حروح التلاجة اللي هي موجودة هنا وأجيب مويه وأرجع مشوار، أقول أوكي أنا ماني عطشان وما حروح أتحرك. بعض الأحيان يكون مثل دق الجرس أو الجوال بعيد، أوكي المكالمة مهمة ما راح أقوم. عودنا نفسنا وبعض الناس أدمنوا على الكسل إنه ما أتحرك خلال يومي، ولو تحركت أشيل هم الحركة. فهذه إدمان الكسل عادة من عادات السيئة. الشيء الثاني إدمان الأكل. ناس كثير بدوا يدمنوا الأكل، يدمنوا السكريات، يدمنوا الكربوهيدرات، يدمنوا الأكل المقلي، يدمنوا أكل السوق، لمجرد أنه أنا أظن أنه هذا الأكل حيجيب لي المتعة والسعادة. أوقات كثيرة تكون المتعة والسعادة في الناس اللي بناكل معاهم، مزبوط. تكون في الشخص اللي حضر هذه الوجبة أكثر من الوجبة نفسها، لكن إحنا ما نفكر في الأمور الثانية، نفكر بس أنه الوجبة موجودة، أنا أهم شيء أن أنا أخلصها، ما بضيع نفسي ولا أي متعة. وفي النهاية بياخذ من بداية الوجبة لآخر الوجبة ما في أي متعة، فيضطر إنه يأكل أكثر وأكثر وأكثر، فهذا من إدمان الأكل. الشيء الثالث اللي هو إدمان السهر. أوه هذه عاد مشكلة عندنا. فناس كثير أدمنوا على السهر، يقول لك خلاص أنا متعود على ما أقدر أنام بدري. ليش؟ أنا مدمن للسهر، أنا ما أحب إلا عد يوم بسهر. هل فكرت غير هذه العادة؟ لا ما فكرت غير هذه العادة. لما يضبط نومه أو ينام بدري يحس نفسه مو مرتاح. بعضهم يحس نفسه مو مرتاح، يقول لا انا ماني مرتاح لانه اوكي صحيت نشيط، صحيت مصحصح وكل شيء، صحيت مثلا بدل ما اصحى كل يوم الساعه 7 وانا كسلان صحيت الساعه مثلا 6 وانا نشيط، لكن في نفس الوقت يقول برضه مشتاق للسفر. نعم. للسهر معليش السفر. اي صح صادق، يعني هذه الثلاث العادات السيئه صراحه هي بتدمرنا، لانه عن تجربه يعني كل ما جلسنا على الكنبه وتفرجنا على التلفزيون كل ما خلاص صار كل شيء صعب علينا. صحيح. ما ابغى اتحرك، باشعر بالكسل اكثر، لكن هي الموضوع يبغى له دافعيه وتدرج زي ما قلت. خلينا نتكلم عن زياده الوزن، إن للاسف بنشوفها في مجتمعنا بشكل كبير، مو بس عند الكبار حتى عند الاطفال اليوم صار عندنا في ناس زياده وزن مهوله، فايش سببه؟ هل هو بسبب انه نظام الغذاء السيء؟ يعني احنا دائما عندنا فكرة اديني رجيم اسبوعين انزل عليه خلاص يلا مو انا نزلت الخمسة كيلو عيش حياتك. لا عيش حياتك ايه استنى هنا، فانت يريد لا توضح لنا هذا الموضوع اكثر. طيب هو السمنة لها عاملين، عامل مو بيد الانسان اوكي اللي هي الصناعات والمنتجات الجاهزة. فالمنتجات الجاهزة بيحطوا فيها مواد كيماوية، يحطوا فيها سكريات، وإحنا فقط نعجب بالطعم ونحطها. إذا إحنا لازم نختار. يا سلام، فهنا يجي الجانب الثاني اللي هو في الاختيار، الوعي. كم واحد فينا قبل مثلا ما يحط الشطة أو الكاتشب كمثال اللي منتشر بشكل كبير يبدأ يقرأ المكونات. لما نقرأ المكونات وأعرف بالضبط مثلا النوتيلا واحدة من الأشياء عبارة أول مكون سكر، فأنا بأكل سكر. لما أغير وعي إنه أنا الآن بأكل هذا الشيء الفلاني، بأكل السكريات، بأكل شيء مثلا عالي في مثلا الفركتوز، بأخذ شيء مثلا عالي في الدهون المهدرجة، ما بهتم بالضبط المكونات هذه من فين جاية، ما يكون عندي وعي أنا كم سعر أنا بأخذ بالضبط، السعر هذه جودتها كويسة ولا ما هي كويسة. ما بستوعب أنا بأكل ليش أساسا. فهذه الأمور كلها بالتدريج حتأدي للسمنة. غير العادات اللي احنا نشأنا عليها، الأمهات يوم زمان كانوا يحبوا يشوفوا الطفل أو ما شاء الله مليان طبعاً. لما ما يشوفه هزيل بس بياكل اكل صحي ورياضي ويتحرك كل شيء يقول لك ايش مسوي في نفسك؟ صح ليش ما تاكل؟ فيبداوا في عمليه التسمين ويبدا يغير العادات، فهو يظن انه والله انا الشيء اللي بسويه اوكي انا كنت ماشي بصحه وكل شيء وبتحرك ورياضي وبلعب كوره وبتحرك طول اليوم، بعدين لما بدات اكل ما بدات اتحرك ولا بدات ما اقدر ما عندي طاقه،
فيبدأ هنا تتكون عادة وراء عادة وراء عادة لما يلاقي نفسه مدمر من ناحية الأربع الجوانب هذه ويلاقي نفسه انتهى بالسمنة. بالفعل يعني إحنا لو فكرنا إحنا بناكل إيه وزي ما قلت قرينا المحتويات وقرينا إيش فيه، ترى حنراجع نفسنا 100 مرة، أوف زيوت مهدرجة، معقولة كمية الدهون هذه، معقولة الدهون المشبعة هذه، فتلاقي الواحد هنا يبدأ يوعي نفسه إيش الصح وإيش الغلط، إيش اللي بيدخل جسمي. صحيح. أنا أحب نفسي، أحب جسمي، أنا ليش أدخل جسمي هذه الأشياء الخطرة والمدمرة؟ وشكرا لدولتنا إنه اليوم صار ويحطوا السعرات الحرارية في كل المطاعم والكافيهات، اكتشفنا إنه إحنا بناكل ممكن قطعة حلى فيها 1800 أو 2000 كالوريز وإحنا ما ندري، وهي مجرد قطعة صغيرة ولسه اليوم طويل المفروض يكون فيه وجبات تانية. ولكن خليني أسألك هنا، أنت من المؤيدين لنظام الكيتو؟ أكيد. ليش أكيد؟ طيب no one size fits all، ما في نظام واحد مناسب للجميع. الناس عبارة عن أذواق، عبارة عن معتقدات، عبارة عن أذواق، فالناس تختلف. فالأنظمة الغذائية ما ينفع نحط نظام واحد ونقول الكل يمشي عليه، لأنه حنلاقي فئة أو فئات كثيرة ما تطبق هذا الشيء. ليش؟ لأنها ما هي مقتنعة إنه هذا الشيء يناسب ذوقي ويناسب نمط حياتي. النمط الحياة الكيتوني ساعد ناس كثير، سواء بالدراسات وسواء بالتجارب، ناس كثير بدأوا يطبقوا النظام الكيتوني واستفادوا بشكل كبير. لكن لما أسألهم ليش وقفتوا يقول والله خوف. الخوف من إيش؟ خوفونا من نظام الكيتو. يقول صح، لأنه ما في كربوهيدرات، ما في حلويات، ما في سكريات، يعني حتى فواكه ما في. النظام الكيتوني فيه له كربوهيدرات، بس كربوهيدرات جداً. نعم، عامل أساسي، بس إحنا نركز على الكربوهيدرات الصحية. طبعا. يعني كمثال الخضروات الورقية، معظم أنواع الخضروات ما عدا النشوية منها مثل بطاطس أو الذرة، هذه نمنعها، والبطاطا الحلوة. لكن عندنا خضروات كثيرة، عندنا باذنجان، عندنا كوسة، عندنا دبة، عندنا الأنواع الخضروات الباقية كلها. لما نتكلم على الفواكه، فواكه موجودة في النظام، لكن بنمنع بعض أنواع الفواكه اللي والله ممكن تضر الشخص في هذه المرحلة، لأنه بسبب عاداته إحنا لازم نمنعه من هذه المصادر ونعطيه فواكه ثانية. عندنا الفراولة، عندنا أنواع التوت، أوقات ممكن حتى نحط مثلا كمثرى، وبعدين بالتدريج ممكن يبدأ يزيد من استهلاكه للفواكه بس بكمية ملائمة. لما نتكلم على الكربوهيدرات، نتكلم عن مصدر الطاقة، الكربوهيدرات أحد مصادر الطاقة الرئيسية، لكن ممكن الإنسان يعيش على طاقة الدهون كاملة، ما يحتاج تماما للكربوهيدرات إلا بكميات اللي ذكرناها، كميات البسيطة. وأوقات لو يوم مثلا قصر في الكربوهيدرات، الجسم عنده آلية صناعة السكريات، فممكن الجسم، العضلات، العقل يعيش على طاقة الدهون، سواء كانت مثلا شيء اسمه دهون حرة أو كان طاقة الكيتون. هل للكيتو أو نظام الكيتو فوائد أخرى بغض النظر عن إنزال الوزن؟ أكيد، يعني ناس كثير بيطبقوا النظام الصحي وبيحصلوا فوائد كثيرة، لكن ما يقدروا يعالجوا أمراض معينة إلا إذا مثلا استخدموا مثلا علاجات دوائية، أو استخدموا مثلا تقنيات اللي هي مثلا انه نقص في السعرات بشكل كبير. النظام الكيتوني واحده من الفوائد له انه كثير من الناس ما يبدا يحسب سعراته. طبعا مو معناته انه افضل ما يحسب سعراته، لكن في البدايه انه شخص ما يحسب سعراته فمشيه على نظام الكيتو يبدا يستفيد في خلال الفتره هذه، يبدا يشوف فوائد صحيه كبيره جدا. انا بتكلم على التجارب، وايضا في منها معززه بالدراسات. كمثال مثلا مرضى السكري، ناس كثير مستويات السكر دائما مرتفعه، وحتى مع العلاجات، وكل ما كل فترة والثانية يبدأ يزيد العلاجات ويزيد العلاجات ويزيد العلاجات، والسكر التراكم مرتفع جدا. وبالتالي لما يشوف إنه بدأ السكر ينتظم خلال الأسبوع الأول، بدأ يشوف إنه العلاجات بدأت تقل، بدل ما كان تفكيره إنه دائما حبدأ أزيد العلاجات وكل مرة حبدأ أزيد لجرعة الأنسولين، حبدأ أنا أفكر إنه كيف أبدأ أقلل العلاجات بالتدريج. عندنا تكيس المبايض، يعني نساء كثير في خلال 3 شهور الأولى من بداية نظام الكيتو عالجوا تكيس المبايض وبدأ الحمل وما شاء الله تبارك الله ولادة وإلى آخره. عندنا أمراض العصبية، عندنا أمراض التهابية، التهاب المفاصل، آلام المزمنة، ناس كثير كانوا يعانوا من آلام مزمنة، بعد ما بدأ الكيتو يقول نسينا هذه الآلام. صحيح. القولون العصبي، القولون التقرحي، الموضوع فقط يحتاج التزام ويحتاج استمتاع بهذا النظام حتى يشوف الفوائد الصحية. ونرجع نقول لناس معينة، يعني في ناس ما يناسبهم نظام الكيتو، ولكن طبعاً زي ما ذكرت اللي بيعانوا من أمراض معينة ممكن إنه يساعدهم. دكتور عمار شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل كرملة، قهوة عالمية بأيدي سعودية.
مشاهدينا، في ختام حلقتنا دائما ما نذكركم بالمشاركة على استفتاء برنامج سيدتي، للمشاركة بكل المواضيع اللي حابين إننا نتكلم عنها أو الضيوف اللي حابين نستضيفهم في برنامج سيدتي. في ختام الحلقة أكيد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وأترككم مع زميلنا محمد الغانم ونتعرف على قصة شاب عشقه للقهوة وتفاصيله جعلته ينشئ مشروعه الخاص وهو مقهى ومحمصة كرملة. نشوفكم، أترككم مع هذا التقرير ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة. إلى اللقاء. بدأ حب القهوة المختصة معاي من المرحلة الثانوية، وامتلكت أول أداة اللي هي الإيروبريس، وكنت أطلب البن المختص من أحد الأشخاص اللي يجي من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض. ومع الوقت تطورت وصرت أمتلك أداة الفيزيكسي وأداة الكيميكس، وبدأت أتعمق في هذا المجال وزاد شغفي لها. امتلكت أداة مكينة الإسبريسو وبدأت أتطور فيه، بدأت أدرب الأشخاص وأنشر هذه الثقافة للناس اللي قريبين مني، وبدأت أدرب أشخاص قريبين وأشخاص اللي يحبون أنهم يدخلون هذا المجال. وبعد فترة قررت أني أدخل المجال بشكل أكبر، وقررت أني أتوظف في أحد المقاهي. بعد التوظيف بدأت أدرب الشباب السعوديين اللي معاي. في عام 2020 قررت أني أفتح مشروعي الخاص في التحميص. أخذت دورات في التحميص والتذوق وأخذت قرض من الريادة. جاءت جائحة كورونا وجل حجر، وبعدها كملنا المشوار اللي احنا بدينا، كملنا المحل، وفرنا الحماصة، وفرنا مكاين، ووفرنا شباب سعوديين ندربهم يتعلمون على التحميص، وعلمناهم كمان على صناعة القهوة، وأصبح عندنا الحين مشروعنا الخاص والكل يقدر يجرب قهوتنا بشكل عام. للقهوة جعلني أعمل مع عبدالعزيز، تدربت على يده إلى أن أصبحت باريستا ومساعد حماص.